برضه بنستكمل مع بعض زي ما شفنا توي. هذا بيمثل قيمة النت اسيتس اللي بتتساوي مع توتال اسيتس ناقص اللايبيليتيز. تعال نشوف برضه بيعطينا شوية معلومات إضافية، بيقول لي prior years only لعام طبعا 2020، هذا for illustration يعني لغرض بس التسهيل والتوضيح. بيقول لي في عندي increase in retained earnings، خدوا بالك هذا الكلام يعني كان retained earnings في 1/1/20، إلا لما نضيف عليهم 70,000 بيعطيني أنا عبارة عن قيمة الإيكوتي في نهاية عام 20. طبعا نهاية عام 20 يعني بداية عام 21. لو خدت بالكم هذا معطى، هو معطيني هذا قيمة الزيادة على الريتيند ايرنينجز، يعني دول 70 المفروض بنضافه هنا، يعني بيعطيني قيمة الريتيند ايرنينجز في نهاية عام 2020. طبعا نهاية عام 2020 زي ما بقول بيساوي بداية عام 21، لأن هنا مطلوب منا نحسب البوك فاليو للسبسيدري. البوك فاليو للسبسيدري ايش بتساوي؟ بيساوي النت بوك فاليو اللي تو حسبناها اللي هي هذه، زي ما بتقول هي خدتوا بالكم هي عبارة عن 740، أو هذه زي ما بدكم، بدي أضيف عليها قيمة الزيادة اللي إجت خلال عام 20. هذا بيعطيني قيمة الرصيد نت بوك فاليو في 31/12/20 اللي هو يعني 1/1/21. فهذا قيمة النت أسس في بداية ال 20، وهذا بيمثل قيمة الزيادة اللي حصلت خلال عام 20، بيعطيني الرصيد في نهاية عام 2020 يعني بداية عام 21. طبعا أنا جبت 70,000 نهان وجمعتهم هدول مع بعض، وبنوقف كده إن شاء الله.